فعلينا أن نوفي هذا الطلب مثل ما طلبنا من فخامة الرئيس أن يترشح. فعلينا أن نوفي هذا الوعد الذي قطعنا له للرئيس الجمهورية. علينا أن نوفي، فهذا أمانة. نحن الذي طلبنا لازم نحن نملي 100%، لا ينقصه راسا. فالشعب الجيبوتي معروف بأنه أصيل وعنده وعد وكرامة. أنا جو حسنا أن كنديدا avec un programme, un bilan et une vision. Ça c'est certain. وأنا جو تغير سناي مشرحة EMP حاج إسماعيل عمر قال لي أوه وأنا كنت أغير سنة معيتاي سان ليدرشيب بريميرمون والليدرشيب وين سي كيلكان كي ينيفي لي جيبوسيان دات كاسكو كانا كلا سارين قبيل كدغ علما من نمد ري جيبوتي كشقايا دات كجعل قران كجعل دل كنا جعل ان عان كايا لو باهان هي ان عان كايا هدو نغو جيرين وحان اورن لاي زالينا تلالاد وحان كنت أغير مدحينو وانين فيزيون لو امد ميل دون انو غيو وانين دالايا دات كنا تو شقايا dadka kale ciyaalka dhalinta kale xaqiini baa la qaatay waana dulmad dalka kale waxaan kale yahay ninka dhalinta anagu waxaan ka oranayna wax madaxweynuhu programkiisu yahay wax baro wax baa fursada lagu siin waana lagu hal marin marka ugu dambeyntii waxaan ku soo koobaya le 8 avril maasha maanta to ismaha waa qaranka inta leeg marte destangisi waxa loo imanayo to ismaha maashu waa qaranka ay ummada inta leeg horumarkeegii لويت أفغيلنا هروي متين وين أو كلا سارتين حق يا بادلكا أو أوفو تسين لو كانديدا دو لي ام بي. والسلام عليكم ورحمة الله. سلام روحنا بدل هذا الصوب بحضان ولي أنت دورس هذا عيسي وان سوزو غيرا سيالي سياسن كي مدحونا إسماعيل مالنتي ميدان كا وسوسو تاجي نن قلب له نن أركتي له نين أقول لا نين سوا أيوم باو بريدي كري يجي واي وانا جن هاي مسار ميجرين كوران ميجرين وحبا ميجرين دل يرى جبتي كيو ستو حكلا نجوا ويري وحنا هاي مذحويني دل يرى ذا دل يرى ذي أو ستي ويلي مدحوينو يبان هدي لاي دورتو مدحويني يبان هاي وانا قلنا هايو دالي يردو سالي كلاس دي سيكوند وانا قلنا هاي تينيزي دالي رايان جوغي جيري وعال سودي ري جيري كلاس دي سيكوند لما بغلو هم باقيلي جيري مايان دو زردق هايستا مركا انت هورا لقادو لما بغلو هورا ميقيلي جيرين سيداد بغلو عردي ايان روشا قيلي جيري بلا اسكول بلا مستقبل سفارت بان جوغو وحاولو جيري دل كايو نصيب درنا ايان درنا دل يردني ما انتي مركو يميد الا دورتي وحي اقور ايه وسمي وحي هايد وحي هايد دل يردي ايو حسوستي كوي بلا اسكول لدي وحسوستي كاية دي ملتاري ايو فاروغيي أردت دي سكوندية ده سنت هذه سنة وجود دمبيه دي بدل دقيقة بسوا ده قليه كوي وانا قلنا هاي كوي معلم تين تكب هاي سكول كا دي بوسوا عليه ما انت وا دكتور را زعم حد عيا كده كان استيا سورة قليه ها gaba gabadiina waxaa halkaasii ka hadlay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oo shacabka reer Jabuuti kula dardaarmay in maalinta Jimcaha ay si nabadgelyo ah codkooda u dhiibtaan isla markaasina ay doortaan shakhsiga ay ku aamini lahaayeen aayaha wadanka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan u sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo in hadii mar kale shacabka reer Jabuuti ay siiyaan codka kalsoonida in uu sii xoojinayo dadaalka uu ugu jiro horumarka wadanka Jabuuti maanta waxaan isugu nimidnay waa maalintii ugu dambeysay ee ololaheenna waxaan isugu nimidnay inaan shacabigeenna aan hor joogsanno in aan u tilmaamno waxa aan qabno inaan u tilmaamno waxa aan doonayno inaan ummaddeenna gaarsiinno dimuqraadiyadda la sheegayay macnaheedu waxa weeye dadweyne iyo madaxweyne iyo hoggaankoogu iswaafaqa weeye
وحويان دادوينها دادوينها او نبات هلا دادوينها او امان هلا دادوينها او علمي هلا دادوينها او هلا هلا وحبرشو هلا عافيماد هلا شقا هلا قري هلا وحويان ديمقراطية دو كل كأي دكشة كينا يان أي دهدان ديمقراطية دي مجرتو أما حرية القول مجرو كل كأي ليين وح أي ضرار إياها بين وح أي ريزو سوسيوغا وح اللي يدهدو أي نوغو عايا يان ضرار والبا عيد كدبتك تقو وحي يشاي إنا نجرين ويقرنا يان تاس هدنا نفاق لقم وي مخايد كستو جوغا وحي دون أبو يده أيان دقيستا ما أفكان قبلنا مايا نيكا دون أيينو أركو وح أي ديمقراطية لا أنتو تهي نيكا دون أيينو أركو مديرو واتناكتين إريتريا سوار شن كل أو عرورة أي مال بالولبا كبحث بالولبا أو بدأ يسكتورتا مري هنا نقوحا علو شيدونا ما قادي كرتو قلبي قيقو ما قادي كرو ما قادي كرو مركا أمد مركا أدهور جوك ستو وحا أدو هاي سوين أدو شيكتوي ما هاي إناد كتلا هدو وارحانو سنيسا ما يعني إناد كتلا هدو شاقا ما هيسي وارلما نيسا هاي الدم حادي تري أدو ما حادو سمين ما هاي إناد أدوغو أد كفا إيدي ستو قفكي بو شقالا أو حانو سني محالا إلا هدا وحا سوكا وحا أدو وح كتا هاي داتك ويان هدانة برنامج وهينين كجوكس دي كجوكس إذن كنا ما أنت وحا إذن هرجوغا مصير كيني وي مستقبل كيني وي وحا أدون إيسان إيد رجين إيسان وي وحا أدكو قران إيسان وحا أدكو قران إيسان دادكي ميشا سو جوكس دي حق هاو يشانو ديمقراطية دا فسحي سباليدي لكن هشيغان برنامج كوغان ندي وانويني وانويني وانسوغني سوغني وانويني هاي أنا قوم حال ميشالنا منه وحان سيدا نؤد قرانا إيسان باجر والبلبلة كل كأي كل بميل دادكو يعني كل داو عمي أما رقسكو قلي أما دباتا أي كان دحدي هور جوك سنيان مركا أي ميل بيا أي سعودان هور جوك سنيان أي سكو سويريان وحاي وجي داري محويا بلبلة أنا قوم دادكي دسي بانا هاي أنا قا دسي أنا كدقني وحاي تاي دريغ هديتاي كوران هديتاي بيا هديتاي اسكول هديتاي انت با انا قدسنا وحاي لباتان سانو كورا هيد اي وحاي تاي ما توالا قرانيا وي كنتون جرستي بلبلة لكن وحاي هشي وحدتك كلي آلو هلي مستقبل كيبا يدع علو شيدا كجر هرو مر كيبا حق الله ايمانيا dadko dhani halkan buu ku soo socdaa haduu guri dooyay hadii uu magaranaysaa ay doonayo warshadeey inuu sameeyo haduu doonayo inuu baayac mushtar sameeyo balbalo weeyaan waxa uu imanayaa wad televisionka ka baqlay dhalaadowd waxa aad sameeyseen waxa aad yaani wadankii baad deyn u soo hoyseen bayra ah aniga soo hoyay deyn waxaan u soo hoyayna mustaqbalka aan u soo hoyay waxaan u soo hooyay dal aan kaabayaal dhaqaale lahayn dal maaha horena uma mari karo ninka sheegayayna waa beenaale weeyaan waxa aan haynay wax cad weeyaan oo waxa aan deynka u galaynay waxaan dhisaynaa de mustaqbalka deynku uu baxayaa oo dad baa bixinaya oo shirkada bixinaya oo wixii loo sameeyay baa soo celinaya lacagtiisa wayna garanayaan hadday caqli leeyihiin لكن عقلي مجرو والله وصو شبي كده هسده فمي بين قبسان ده إنا يوحب السمين ده وحاويا شيء كدود وحدات كالي وصو ديبتينون إنا ميلها لدون دون تان ماها دير رغن ما ماها شاقا ماها سياسات ماها هرو مر ماها ماها وحاسور ورا نغويا وحا سكول كي لحيا كنتون كن كدقيا نغويا innaga way waxa oo dhaqtar oo dhan aan sameeynay anaga way waxa dariiqa anaga sameeynay 57 km oo magaranaysa ay qasaaba iyo balubana la dhigay laba sanad ka hor 80 kala u soo socda oo bisha kal dambe la dhigi doona marka wacani wadad
كونتراويان نولوش كونتراويان وحويان وح شعبي يو ما دحديد و اسله لان وي ان اسله لان ان دلينتيدا دلينتيدا ان هرو قادان ان شقاو ابوران ان تعليم بران ان فرسمدا بران ان تسان وهلكا ان كوسونو هلكا ان كوسونو يو وحان رجينين اني وحا لي قات ان رسول كينا الى عليه الصلاه والسلام قعنت سرع اياك خير بدن تهوسه تهوسه شغلكم اللي دي تسرعنا نقولنا دوننا مركا بيش سيدي دينا واحد بلن لليدين تاريخنا واحد بلن لليدين مستقبل كينا واحد بلن لليدين هرو مركينا واحد دي دورة تاري وحوية ماشي اي نفكو جرتو dadkii wixii ay leeyni keenay aad ku qanacsantiin baritoole dara dhawid baa la weydiiyay nin murashax baan ahay laha waxa lagu yiri war baritool hadaa heshaba election ga oo madaxweyne noqoto bari maxaad sameyn dhalinyaradan soo wada ururino madaxtooyada wada keenay buu oo de maxay ka sameeyeen may sayxanayaan maxay ka sameeyeen سانديكوين كان أوروبا مجالة قالوا ولا قبصة دول واكا برنامج كوشاك هي درات الضمة وحقبة دونه واكا وواح لقيق يقصدوي واح لقيق يقصدوي ين وحدت كنا لا قرنا ما هرمت حقيقة واح لا قردت كنا ما نك أنا يسوي كدير رنانين إن ودلكي سهرة ومريو حبا ما سمعكر فلو وحبا ما سمعي كر فردي كدر الكو كبسي در هسي ودان دي هده دون ايان دالي انت ايو فردي كدر الكا هسكا وطان هده يو جعليهين لكن دادكي نا اوما قادن ايان اوتاج اوما قادن ايان اوما قادن ايان كما يالين نو كما يالين وحا وحا ان ما تأينا أني قهر تقابا ما دوني أنا رنتي حقيقة حقيقة ما دوني أنا أني قهر نبدأ نسدار وقت كينو shaqadii horo markii inaan halkii ka sii wadno in aan barnaamijyadeenii horo markaa ahayd aan ku tallaabsanayno inaan halkii ka sii wadno midnimada inaan sii adkayno security-ga nabadgelyada ammaanka iyo amniga inaan sii adkayno dhalinteena inaan shaqooyinkii u furno waxa aan ku talagalaynaay waa shacabiga soodkiisaba ama codkiisaba annaga nasiinaya tirtirsiin nasiinaya رجلنا قالينا يا نقص الريحة يا وضدا عد أدوك أوجي هاي لنا لقى بنيو وحان جعل هاي دتك فردي كدر الكأنين مري كانوا هم مدحوينا هايو روزفلت الأورنجري أيا دتك يعني ميدان كأنن وري أسود دادين أيا سهل أتهيب أورني يعني إني شكيان يا إنا يشد دادك كير هذا من أنا وحبك قبل أنن لكوفين ما دي سكر ودم بورني واحد جعل هاي هذا الكيساسي ترجمة ذو أذو جود أهل وأنت أهون لكن واحد لا يبلاد كتير هذه أفك فرنسيس قال كتير هذه ce n'est pas le critique qui est digne d'estime ni celui qui montre comment l'homme fort a trébuché et comment l'homme d'action aurait pu mieux faire. Tous les mérites appartiennent à celui qui descend vraiment dans l'arène, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur et échec, mais qui fait son maximum pour progresser, qui se consacre à une noble cause, qui au mieux connaîtra in fine
le triomphe d'une grande réalisation et que s'il échoue après avoir tout osé, saura que sa place n'a jamais été parmi les âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l'échec. Raga amadatka mas'uliyad dhahaya ku dhaca kol hadii ay ku dhac laga waayo oo dib u noqoto meel adag oo dhan aad ka cabsato meelna ma marinaysid dalka buu yidhi kaasi meelba kuma leh buu yidhi walaa guusha walaa guuldarada meedna shaqol kuma leh ilaahay kuwaa nagama dhigo waan samaynaynaa wixii aan xaq u leenahayna aan u arkaynay inuu dalka u fiican yahay waan ku dhaqaaqaynaa manfacadda dadkayga unba aniga ayaa interesaynaysa waxa aniga i dhibayay waxa weeyaan in wixii aan ku talagalnay aan dib uga dhacno taasaa i dhibaysaani sanadkii alla keenaba intaa oo caruuraa dhalanaysa sanadkii alla keenaba intaa oo iskuul baa loo baahan yahay sanadkii alla keenaba waxaa loo baahan yahay intaa oo dakhtar sanadkii alla keenaba waxaa loo baahan yahay shaqo oo intaas oo arday ayaa ka soo baxaysa iskuulladii intaasaa ka soo baxaysa farsamadii waxaa loo baahan yahay anigu meeshaan doono aan mare inaan keeno haddii waxaa laga yaabaa inay dhallinyaradu way saluug yar tahay inay isaluugto ay tiraahdo aaway degdeg weeyaane aw i tiraah anigu se inaanan joogsanayn unahay gartaan waxaan keenayna kama qadayaan kol laba kama qadayaan kol laba ma qadayaan laakiin waxaan leenahay rajo waxaan leenahay qalbi adag heedhe unan cabsoonin baan nahay dadka xaafadaha ka dhex ooya ma jeclin anagu ninka shaqada tagayahay waa inuu tago ninka farsamo samaynaya waa inuu sameeyo ninka wax dhiganayaana waa inuu wax dhigto jimcaha waxaan ku ballamaynaa walaalahayow sidaa maanta aad u joogtaan ayo si ka badan inaad uga qayb gashaan in aad tustaan waxa aad rabitaankiinna aad tustaan in aad waddankiinna aad xafidantihiin oonad u quudhaynin dad aanan waxba garanayn dad aanan waxba soo samayn dad aanan taariikh lahayn dad aanan u jeedinba runtii runtaba aan u jeedin in ay mas-uuliyadda intaa leeg ay dusha saartaan aanan u jeedin ha ku hallaabina inayni wareerin jimcaha ballankeennu waa nisugi doonaa yaahe sawmaha dalkeennu ha noolaado dalkeennu ha noolaado ha adkaado ha jiro hore ha u socdo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dadkaygiyo waan dugaashadaa iris baan naho dowlad weeye mudan
noqoto waxaan leeyahay madaxweynaha iyo shicibka waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka ku salaamayaa waxaan leeyahay salaam aleekum baan leeyahay ma sha Allah dadka meesha isku yimiday shucuurtoodu aad baa u fiican tahay bisha 8-deedana waxaan rajaynayaa insha Allah inuu Ismaaciil Cumar Geelle asagaalka subaxba in saxaaradaha la wala buuxiyo anaga waayo wuxuu noo qabtay Ismaaciil Cumar Geelle maba ilaawi karaynaba agoomuhu lacag noo qorashana 10,000 faran sanadkii 4 jeer baa la qaataa 4 tranche baan qaadanaa markuu ilmuhu maxay ahayd ciid tagayo markuu ilmuhu iskoolka galayo mar dhexdiya markuu ilmuhu maxay ahayd xagaabaxayo iyo marka ayaamaha ciida 4 jeer baan qaadanaa sanadkii 4 jeer baan qaadanaa waayo awalkii hore waxaa ma jireen ilmaha abi agoonka yahay waxba lama siinaynin magacaygu waa Umar Nuur Umar engineer telecom waxaan marka aad u suuteenaynaa shucuurteed ma aad baan faraxsanahay mudane Ismaaciil Cumar Geel Alhaaji Ismaaciil Cumar Geel xafidahullah ayaan taageersanahay waxaan ka codsanaynaa shicibka reer Jabuuti jimcaha saan dambe marka la wiid Afriil inay si fiican 8 subaxna soo banaan baxaan ay ku ridaan markaas waa ka kaarka akhtarka insha Allah ta'ala ololahan doorashada ee maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxa uu soo socday ilaa iyo 25kii bishii aynu ka soo gudubnay ee Maarso daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo intaasii waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa ololaha doorashooyinka ee waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta ay ugu dambeysay guud ahaan ololihii doorashada oo ay la soo gabagabeeyay maanta barnaamijka waxa idinla socodsiinaysaa anigu Axmed Xaaj October waxaa kaloo igala qayb qaatay asxaab aad u tiro badan oo ka mid ah asxaabta telefishinka caalamiga ah ee Universal kuwaasi oo isku soo dabariday barnaamijkani tan iyo kulantii dambe dhammaantay waxaad kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh